كديري اللي بس عليكم مزيانين امركم بخير وعلى خير كنتمنى البيت لقاكم لا فيديو نتوما اون فورم بخير وعلى خير في احسن الاحوال نتوما والحباب والصحاب. انا لاباس الحمد لله يسول فيكم الخير والربح. واخا هذه راه يمكن شي 3 ايام ما نزلت لكم لا فلوغ لا حتى شي حاجه حيتاش 3 ايام ما خرجتش من الدار ما درت حتى شي حاجه. واليوم قررت انني نبارطاجي معكم النهار ديالي سختو. هذا الفلوغ غادي يكون زوين بزاف, غادي يكون فيه بزاف ديال لي تروك اللي غادي نقضيهم وميم طون غادي نبارطاجيهم معكم. فوالا لهذا ما غاديش تشوفوني صورت لكم من الصباح سينون الفلوغ ديالنا غادي يجي طويل بزاف. وانا كيف ما كتلاحظوا لي فلوغ ديالي كلهم كيجيو طوالين بزاف حيتاش كنحاول نبارطاجي معكم كل شيء اي حاجه كنديرها ولا كنبارطاجيها معكم. في الاخر ديال الفلوغ كنلقى الفلوغ وصل لي 20 دقيقه. واخا هذيك 20 دقيقه الا جيت نحط لكم هذاك الشيء كيف ما صورته غادي تكون فيه نص ساعه ولا الفوق, حيتاش كنحاول انا نبارطاجي معكم اي حاجه كنديرها واي حاجه كنشريها اي حاجه كنمشي لها. دونك والفلوغ كيجي طويل كيف اليوم قلت الفلوغ ديالي ما غاديش يجي طويل واخا دابا راني جالسه كنبلبل عليكم. دونك هذا مكان فقت الصباح درت لا روتين ديالي اللي كندير انا وامير. اليوم السبت فقنا حتى لديك ال11 فطرنا على راحتنا وداكشي. حاولت انني نصور لكم الفطور باش هكا تحسوا باللي راكم بديتوا معايا النهار من الصباح. واخا ما صورتش لكم شي حاجه غير صورت لكم الفطور جلست فطرت على راحتي. المهم جبعت شويه هكا واخا كانت عندي الدار مجموعه حيتاش البارح كان عندي لو غون ميناج اللي كندير سياقت وداك التخربيق كله. المهم بقى غير شي تخربيقات هكا باغتو يعني هذيك اللعبه ديال لي امير مشتين وداكشي. كيف في حاولت اني نجمع واحد شويه غسلت واحد جوج طبيصلات كانوا عندي من البارح. دونك هذا مكان واليوم ودابا بقيتوني غادي نمشي ناتاكي الكوان ديال الميكاب ديالي حيتاش عندي لا كاتاستروف تما مقلوب سفاه على علاه عرفتو راه عليها ما كنصوروش ليكم حيتاش تما الكارثه العظمى. عرفتو البنات كنصور فيها لا تيتو ديالي كلهم ديال الميكاب حيتاش عندي تما هذاك الطويبله طابله ديال الميكاب وداك التخربيق وكنصور وكنحط كنحط لي باليت كلشي شي محطوط عليه شي لي بانسو مشتين في اي بلاصه. دونك تما عندي الكارثه العظمى. اليوم قلت غادي نمشي نرجع كل حاجه لبلاصه حيتاش اصلا ملي كيكون داكشي مخرمز ملي كنجي نبغي غير شي حاجه ولا ما كنلقاهاش واخا هي تكون قدامي ولا يعني حيتاش محطوطين فيها 50000 حاجه دونك ما كتبقاش تبان ليا. كيف في عندي تما الدنيا مرونه وكنلقى صعوبه باش انني نلقى شي حاجه وهادشي اللي كاين. دونك كيف ما قلت لكم ديك البلاصه هي اللي كنصور فيها لي تيتو ديال الميكاب كلهم. المهم هدرنا على انستغرام وهدرنا على التوتوريال ميكاب. المهم البنات اللي مهتمين بداكشي ديال الميكاب وداكشي غادي نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا وغادي نخلي لكم حتى ليان في لا باغ دانفو. دخلوا تابوناو عندي راه كنحط دائما كل نهار دي توتوريال ميكاب دي تشالنج ديال تيك توك ديال الميكاب فريمون زوينين بزاف. واخا انا جو سوي با بروفيسيونيل في هادشي ديال الميكاب وداك التخربيق وليت مؤخرا كنحاول انا نتعلم كثر ونطور من داكشي. سكيفي البنات اللي مهتمين واللي كيعجبهم هادشي ديال الميكاب واش انكم تابوناو عندي في انستغرام ومرحبا بكم عندي. دونك فوالا ما نطول عليكم قبل ما نبداو لا فيديو. اللي اول مره كيزور القناه ديالي ما تنساش انك تشتركي في القناه وتفعلي الجرس اكيد الى عجبك الكونتوني ديال القناه. ولا عجبتكم هاد لا فيديو ما تنساوش انكم تخليو لي لايك ديالكم ولي كومونتير زوينين بحالكم. بوسات كبيره لكم ونبداو. عرفتوا وليت كنلقى صعوبه غير باش نقلب مثلا انا شي بانسو ولا شي تخربيق كيخصني نبقى نهار
ولا شي كونسيلر ولا شي المهم شي حاجه. المهم لا جبت هنايا عندي بارتو حيت كنبقى نمسح وكنخليهم هنا. عندي الروينه الكحله. المهم ما نقول لكمش شفتوا البنات كيف ما كتشوفوا هذه هي الروينه اللي عندي عليها. ما كنبغيش نصور لكم بزاف هنايا سينو اليوم عاود غادي نديكم معايا حتى الايكيا حيت بغيت نشري واحد لا كوموند هكا دي زيتاجير ديال غادي نخلي لكم شي تصويره ديالها هنايا. منين غنمشي الايكيا غادي نوريها لكم هكا باش تشوفوها قدامكم حسن. دونك فوالا غادي نشري هذيك لا كوموند اللي قلت لكم لي زيتاجير حيت عندي بزاف ديال الميكاب وهذا الشيء اللي حاطه هنايا راه غير اللي كنستخدم اللي كنستخدم بزاف. الاغلبيه ديال الميكاب راه جا معها هكا في كريتينات ومخبيه اللي ما كنستخدمش بزاف. دونك اليوم هذا الشيء غادي نقادو مزيان هادشي كله غادي نتقاد كلشي غادي نرجعو لبلاصتو باش هكا ملي نبغي نصور شي حاجه كل حاجه نلقاها بلاصتها. ودابا غادي نبداو ترتيبو داكشي خليكم معايا. كتجيني رخيصه لي بري ريزونابل ديالهم والكاليتي ديالهم توب سيرتو ديال لي باليت من ناحيه البيغمونطاسيون وداكشي. عرفتي تقريبا عندي جميع لي باليت ديالهم لي باليت ديالهم كلهم عندي. عندي هاد لا كوليكسيون هادي اللي كتجي على هاد الشكل هانتوما ها هي هادي هادي ديال اوبتي عندي هادي ديال فاير وعندي هادي ديال بيردز اوف بارادايس هي هادي. مهم عندي هاد لا كوليكسيون عندي منهم هادو وهاد لا كوليكسيون هادي هانتوما شوفوا شوفوا لا كولور شحال زوينين. كتلقاو جميع انواع لي كولور اللي غادي تبغيو وغير باليت وحده غتخرج لكم بزاف ديال لي لوك. وعندي من هاد هاد لا كوليكسيون هادي اللي كتجي على هاد الشكل اللي كنتخرجوا من الاولين جو بونس شوفوا شوفوا بلاتي نحل لكم شوفوا البنات لي كولور فنين بزاف. مهم كندير لكم فيديو خاص على هاد لا مارك بالضبط حيت عندي بزاف ديال لي برودوي من هاد لا مارك. عندي فون دو تان مهم داكشي كله ديال هاد لا مارك ديجا مجرباه. غادي ندير لكم واحد الفيديو خصيصا على هاد لا مارك بالنسبه للبنات اللي ما عندهم واحد البيدجي اللي صغير بزاف وكيعجبهم هادشي ديال الميكاب وبغاو يشريو هكا دي باليت وهادشي. دونك فوالا غادي ندير لكم فيديو خاص على هاد لا مارك ونوريكم الحوايج لي زوينين فيهم وكلشي. Thank you.
واخا الصراحه داكشي ما مرتبش مقاد حيتاش ناقصني بزاف ديال الحوايج. ناقصني داك لا كوموط اللي قلت لكم هذاك لي زيطاجير، ناقصني بزاف ديال لي زورغانيزاتور بحال هاد الشكل، بزاف بزاف ديال الحوايج. المهم داكشي غير حاولت انني نرتب داكشي كل حاجه بلاصتها باش هكا ملي نجي نصور ولا شي حاجه نلقى كلشي في بلاصتو. بحال هنا عندي دي فون دو تان ديال لوريال ديال ميبلين، ميبلين فيت مي كاتريس، وهنا ديال ميكس، هنا عندي اونتي سان وداك التخبير بحال هذا ديال ليب كلوس. المهم هنا عندي دي فون دو تان، هنا عاود عندي دي فون دو تان ديال ماك ديال ميك اب ريفولوشن ديال ميكس. هنا عندي تخربيقات عواد، هنا عاود شي تخربيقات، هنا عندي لا باليت ديال مورفي، لا باليت ديال كونتورينغ ديال نيكس، لا باليت ديال كونتورينغ ديال نيكس ديال هودا بيوتي، هودا هودا ديال ميك اب ريفولوشن، ميك اب ميك اب ريفولوشن. هنا عندي دي فوسيل. المهم هنا عندي دي بانسو، حاولت انني نخشي لي بانسو كلهم واخا ما قدونيش، وشي لاخر خبيته في بلايص اخرين. هنا عندي هاد لا تروس ديال هودا بيوتي اللي فيها اللي فيها دوك لي باليت. المهم هنا حاولت انني نحط دوك لي سكين كير اللي كنستخدم بزاف. المهم كيف ما قلت لكم حاولت انني غير نرتب داكشي كيف ما هو اللي عندي، حطيت كل حاجه في بلاصتها باش ملي نبغي داكشي نلقاه. المهم قبلوا عليا وصافي، مازال غادي نقاد داكشي مزيان، غادي نشري لي زيطاجير، غادي نشري لي زوركانيزاتور، المهم غادي نشري بزاف ديال لي تروك باش هكا تكون عندي الدنيا يعني مرتبه كتر كتر. حيت واخا هكاك راه اغلب ديال الميك اب راني مخشيه في الكراتن، حيت غير كيتوسخ وكيضاع هنايا، ماشي كل حاجه في بلاصتها راكم شفتوا. دونك فوالا هادشي اللي كاين، قولوا لي كيفاش جا. المهم بعدا كوميم حسن من الاول. وعاد البنات هاد لا كومود راه فريمون زوينه بزاف، وراه كتهز بزاف البنات، راه هازه ليا بزاف، راكم شفتوا شحال ديال الميك اب هازه بزاف. المهم شريتها ب 190 اورو، 190 اورو. راه كاينه في ايكيا، كاينه في بوكو، انا شريتها من بوكو لاني نتوما جيبونس راه تلقاوها حتى في ايكيا، حيت البنات اللي عايشين اللي ما عايشينش في المان ما عندهمش بوكو. بوكو سوبر ماغازان بحال ايكيا ولكن كاين غير في المان. دونك هاد لا كومود لا ميم مي فريمون لا ميم كاينه حتى في ايكيا و لو ميم بري. دونك فوالا زوينه بزاف، وغير هو ناقصني بزاف ديال الترتيب، ما ديروش عليا دير راسكم بحال ما شفتوش. فوالا البنات راكم شفتوا رتبت، حيدت عليه واحد الحمل ثقيل حيت فريمون كانت عندي الدنيا مقلوبه كيف ما شفتوا. واخا الصراحه داكشي ما مرتبش على حقه وطريقه حيت ناقصني بزاف ديال الحوايج كيف ما قلت لكم، ولكن اليوم غادي نديكم معايا الايكيا، يا ربي ان شاء الله نلقى داكشي اللي بغيت، داك لا كومود، داك لي زيطاجير، داكشي كله، حيت هادوك كيكونوا دائما سولد اوت، دائما دائما كيكونوا ما بقاوش حيت الناس كيشريوهم بزاف بزاف، حيت شي حاجه براتيك وافيكاس بزاف سيرتو الناس اللي عندهم الرم ديال الروينه بحالي. دونك فوالا هادشي اللي كاين، كيف ما قلت لكم ما تنساوش انكم تدخلوا عندي الانستغرام، راه كنحط دي تيتو ميك اب زوينين بزاف سيرتو البنات اللي مبتدئات، داكشي فريمون زوين زوين بزاف. دونك نيزيتي با انكم تابونا ونتلاقاو بعد واحد البنات. لقيتني رجعت لكم، لقيتني غادي نخرج غادي نمشي لايكيا كيف ما قلت لكم، وقلت علاش لا ما نتواجدوش اونصومبل كيفاش على الكاميرا. دونك هادشي اللي كاين، الصراحه ما غاديش ندير شي حاجه اللي شارجي بزاف، غادي ندير ميكاب اللي خفيف 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 خفيف، نحاول غادي ندير شي حاجه، نحاول ندير شي حاجه اللي اخاف ما اخاف منها ما كاين. كان نبداو الميكاب ديال I'm not afraid to die.
رجعت لكم. لقيتونا جا لايت ركبنا في الطوموبيل ومشينا دابا لقيتونا وصلنا لايكيا. دونك ما غاديش نهز الكاميرا هكا ونصور لكم حيتاش فريمون الدنيا كتبان الدنيا مقلوبه والدنيا عامره بزاف, كاين بزاف بزاف ديال الناس هانتوما غادي تشوفوا في لا فيديو. سكيفي غادي ندور الكاميرا وغادي نصور لكم ونخليكم مع المختطفات. ديال لا فيديو نتمنى انكم تكونوا دوزتوا وقت زوينه معايا. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش انكم تخدموا لي لايك ديالكم, واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما تنساوش انك تشاركي في القناه وتفعلي الجرس. بقاو فيديو جاي ان شاء الله. بالسلامه عليكم, تهلاو في راسكم.